السابق من الهايبريد يويدا فورم 2020. النهاردة إن شاء الله هنبتدي اليوم الثاني، وأنا أعتقد أنه الهايبريد دي ديتنا فرصة لأن بعدد الحضور أقل، إنما عدد المشاهدين حقيقة إحنا جالنا فيدباك يعني مشجع جدا لما بعتنا اللينك للناس، وفي نفس الوقت اللي موجودين فيزيكالي كان عندهم انتر اكشن كويس جدا زي ما حصل بالامس. اليوم نظرا لانه هناك ظروف قهريه لدى استاذ الدكتور عادل السيد لازم يغادر حالا، فعشان كده هنعدلنا في البرنامج انه سيمبوزيوم الان لبيوفاكتور. بيوفاكتور من الشركات ما هي الصاعدة ولا حاجة، هي موجودة قبل كده في السوق المصري، ولكنها بالنسبة للديابيتس بدأت تبقى يعني زي الحصان الأسود، ونأمل أن الشركات المصرية كلها أنها تتقدم لتتصدر المشهد، لأنه ده فيه أصلا فايدة لكل الناس ولكل الديابيتس كير اللي احنا بنسعى لتحسينها. بيوفاكتور لها مساهمة جيدة جدا معنا في هذا الفورم، نشكرهم عليها. نشكر الدكتور شادي، دكتور ملاك، نشكر كل التيم اللي وراهم. سيمبوزيوم بتاع بيوفاكتور النهارده كان هيشمل حاجتين، حاجه في الديابيتس على الدابجليفلوزين، ودي اللي هتبقى موضوع محاضره الاستاذ الدكتور عادل السيد، وحاجه عن الديسلبيديميا بالاستاذ الدكتور محمد مشاحيط، هتبقى في موعدها الحقيقه لان الدكتور محمد قاعد معانا، فاحنا بعد مباشره التوك بتاع الاستاذ الدكتور عادل هننتقل للجدول زي ما هو موجود ان شاء الله في السيشن الاولاني. استاذ الدكتور عادل السيد هيكلمنا على دابجليفلوزين از اس جي ال2 انهبيتور اند اتس رول ان دايابيتس مانجمنت. تفضل دكتور عادل. شكرا دكتور مصباح، السلام عليكم. انا شاكر جدا لدكتور مصباح على التقديم الممتاز، شاكر جدا لحضراتكم على الحضور، شاكر لشركة بيوفاكتور على الدعوة الكريمة لي علشان أقدم دواء دابجليفلوزين اللي هم منزلينه جديد. صحيح ده سيمبوزيوم بتاع شركة أدوية، صحيح دي محاضرة المفروض إنها بتمثلهم، ولكن المحاضرة دي أنا اللي أعددتها، أنا اللي مسؤول عن كل كلمة فيها، ما فيهاش كلمة مجاملة للشركة اللي موجودة الحقيقة. كل ما أقوله ده أبيور ساينتفك، يعني اعتبروها محاضرة. دي عادتي في كثير من الأحيان إنه المحاضرة، وأنا أعتقد الحقيقة إن السيمبوزيا حقتها إنه تحتوي على في الآخر ساينس إحنا بنقوله. الأبروتش اللي أنا عامله هنا ده أبروتش خاص بي تماماً، وأنا اللي بعمله وأحب إنه يتقدم بالشكل ده الحقيقة. يعني use of recent guidelines in treatment of type 2 diabetes in Egypt. Well, let's have a look to the goals of diabetes care. Prevention of cardiovascular complications. ما في شك إنه these are the basic goals. لأنه cardiovascular complications diabetes هي سبب mortality. That's how diabetes kills its victims. أنا كتير بقول كده، لكن ده ال prevention of cardiovascular بالتحديد. عندنا spectrum واسع من ال complications، لكن ال cardiovascular بالتحديد مهمة، وحضراتكم عارفين قصة ال الأمريكان عاملين إزاي إلزام لكل شركة إنها تقدم على أي دواء ينزل
عن cardiovascular safety. الحاجة الثانية improvement of patients quality of life. الكواليتي اوف لايف احنا بنتكلم عن البودي ويت، واحنا بنتكلم عن الهايبوغلايسيميا، واحنا بنتكلم عن الهايبرتنشن. دي الحاجات اللي لما تكون موجوده في الدايابيتك بيشنتس بينشا عنها الكثير من المشاكل. ريسنتلي احنا عندنا تو كاتيجوريز اوف دراجز ويتش بروف ا كارديوفاسكولار بينيفيت. اتس نوت ان ابسنس اوف هارم، اتس ا بينيفيت. وي التو جروبس اس جي ال تي 2 receptor inhibitors and GLP-1 receptor agonists, they proved beyond doubt that they have got a cardiovascular benefit to patients with diabetes. The SGLT2, we're talking about it now, dapagliflozin is an SGLT2 inhibition or inhibitor agent. Based على المود اوف اكشن، المود اوف اكشن كله في الـ في الـ في الكلاس prevention of reabsorption of glucose from the tubules, the renal tubules. Increased glucose excretion، ده بيعمل ايه؟ ده بيقلل الجليسيميا، ما فيش شك، وبيقلل الكالوريز، وبالتالي بيعمل قلل الجليسيميا، يعمل هيموجلوبين A1C reduction، ويقلل الكالوري او يزود الكالوري excretion اللي هو على هيئه الجلوكوز، ده بيقلل الويت. من الناحيه الثانيه هو بيفرز صوديوم، بينزل صوديوم، وده بيقلل البلد بريشر. دي الحاجات اللي بتقوم عليها البيسك ايديا، وفي السكه في حاجات كثيره الحقيقه، لكن الحاجات دي اختبرت. احنا الاختبارات عندنا كلها بتعتمد على الايفيدنس بيزد ميديسن، ما زلنا الراندمايز كنترول كلينيكال ترايلز هي الاساس اللي احنا بنبني عليه الاشياء كلها. دي الاستادي المفاجئة اللي هي يعني فاجأة كل الدايابيتس كوميونيتي، ما حدش كان متوقع الحقيقة للإس جي إل تي 2. جميعا كلنا كنا متوقعين إس جي إل تي 2، يعني مش حاسين إنها الميكانيزم ده هيبقى ميكانيزم ممتاز، لكن مع هذا نزلت الإمباريك ترايل سنة 2015 منشورة في نيو إنجلاند جورنال أوف ميديسن، وكانت مفاجئة للغاية، لأن للمرة الأولى ما كانش حد متصور إنها كان بتعمل عشان تقول نحنا ما احناش هارمفول للكارديوفاسكولار كومبليكيشنز، ففاجأت الناس ببنفيت، والبنفيت بعد كده اصبح كونسيستنت ثرو اوت، وزادت عليه كمان اشياء تاني. استادي كبيره اكثر من 11,500 بيشنت، والناس اللي راندمايزد وتريتد بعد كده لما اختبروهم بيسيكالي كانوا اكثر من 7000 واحد. الناس كلهم عندهم تايب 2 دايابيتس، كلهم استابليشد كارديوفاسكولار، 99% عندهم استابليشد كارديوفاسكولار كومبليكيشنز. طبعا كل ما بيزود الريسك، كل ما الاوتكم الفاريبلز اللي انا ببحث عنها هيبقى عندي فرصه ان يبقى عندي عدد كبير منها فاقدر اتكلم عنها. البرايمري اوتكم كان 3 بوينت ميس، عارفينه حضراتكم كلكم، الكارديوفاسكولار ديث والنيونيت والنون فيتال ميكاردي انفكشن والنون فيتال ستروك. واتضح انه فيه عندي سيجنيفيكانت ريدكشن، هايلي سيجنيفيكانت ريدكشن الحقيقه، في 3 بوينت ميس وفي الكارديوفاسكولار ديث. الكارديوفاسكولار ديث ده هو اللي خلى 3 بوينت ميس يبقوا سيجنيفيكانت، لانه النون فيتال ميكاردي انفكشن والنون فيتال ستروك ما كانوش سيجنيفيكانتلي انكريز، كان فيه ترند اوف انكريز، لكن it was not significant. لكن ال market change اللي حصل في cardiovascular death خلى ال 3 ميث مع بعض خلاهم significant. ننتقل للدافاجليفلوزين اللي هو الدواء اللي احنا بنتكلم عنه دلوقتي. الدراسة دي لمجرد بس الإشارة إلى إنه ال studies ما زالت بتصدر عن الدواء، وفي دراسة تانية أكثر أهمية من الدراسة دي حنروح لها دلوقتي. دي دراسات منشورة 2020، سنة 2020. دي ستادي منشورة في الكارديوفاسكولار دايابيتولوجي جيرنال في سنة 2020، زي ما احنا بنحكي efficacy of dapagliflozin versus sitagliptin على cardiometabolic risk factors في Japanese patients. شملت 340 Japanese patient كانوا either كانوا newly diagnosed أغلبهم أو recently diagnosed، بياخدوا metformin ممكن لوحده أو ما بياخدوش حاجة خالص، و 24 أسبوع درسوهم، قارنوا بين
أضافوا على الميتفورمين أو على اللي من غير حاجة خالص، أضافوا عليهم إما دابجليفلوزين 5 ميلي جرام دوز صغيرة ومرة واحدة في اليوم طبعاً، وسيتاجليبتين 50 ميلي جرام أزويل دوز صغيرة ومرة واحدة يومياً. لقوا إيه؟ لقوا الهيموغلوبين A1C ده البرايمري إن بوينتس بتاعتهم. عايز يشوف من مينتنانس أوف هيموغلوبين A1C أقل من 7%، لقوهم زي بعض كومبارابل. وأفويدنس أوف هايبوغليسيميا لقوهم زي بعض، دي فور إنهيبيتورز معروفة الإنكريتينز كلها إنها ما بتعملش هايبوغليسيميا. يوم عند الويت ريدكشن، الديب فور إنهيبيتورز أر ويت نيوترال كلنا عارفين ده، لقوا إن الـ SGLT2 أو دابجليفلوزين عمل grossly significant weight reduction أكتر بكتير من السيتاجليبتين، وده expected الحقيقة. شايفين حالاتكم 22% السيتاجليبتين حصل لهم weight reduction و 39 في almost double تقريبا الكمية الweight reduction اللي حصل. الحاجة الثانية اللي حصل significant difference فيها هو systolic blood pressure نزل بحوالي 4 مليمتر ميركوري. تبدو الرقم قليل ولكنه على فكرة مهم بالنسبة للديابيتك، بينتج عنه في الآخر cardiovascular benefit. Conclusion إن dapagliflozin was more effective than sitagliptin in primary prevention of cardiometabolic risk, obesity with blood pressure and overweight patients with early stage of type 2 diabetes. في study تانية، دي مش جديدة ولا حاجة، دي من سنة 2011، دراسة عن dapagliflozin versus glipizide. هنا كنا بنتكلم عن الكارديوميتابوليك ريسك، انما دي بتكلم عن البوتنسي، بتكلم عن قدره الدواء على انه يعمل كنترول للجليسيميا. قارنوا بالجليبيزايد. الجليبيزايد از اسلفونايل يوريا، ا بوتنت اسلفونايل يوريا، بيعمل جود ريدكشن للكنترول للبلد جلوكوز. وده المقارنه الاولى كانت عن من الشمال عن الهايبوغليسيميا، الفرق واضح جدا. لها سلفونيل يوريا طبعا معروفه انها لما بدي اجريسيف ثيرابي بالسلفونيل يوريا الهايبوغليسيميا بتزيد، لكن بالنسبه لها الدابجليفلوزين كان الهايبوغليسيميا اقل بكثير. الريدكشن في الهيموجلوبين اي 1 سي كان ذا سيم، يعني الدواء عمل الريدكشن اولموست ايكوال للسلفونيل يوريا، بوتنت سلفونيل يوريا. الحاجة الثالثة اللي هي الويت، سفلوريا معروفة أنها ويت جينينج، لكن حتى هنا ما كانش ويت جين كتير، كيلو 1.2، وهناك عمل ريدكشن 3.2، يعني على بعض لما نشوف الفارق بينهم هنلاقيه حوالي 4.5 كيلو ولا حاجة، وده سيجنيفيكانت ويت. لما واحد ينقص 4 كيلو 4.5 كيلو، الحقيقة ما فيش شك أنه ده سيجنيفيكانت ويت بيؤدي إلى امبروفمنت كتير. دي الديكلير ترايل، دي اللي الـ FDA طلبها من كل دواء انه يعمل عشان يقول لي انا ما عملتش ضرر للكارديوفاسكولار كومبليكيشن. الديكلير ستادي دراسه كبيره جدا انترناشونالي معموله، فيها اكثر من 17000 بيشنت، تتميز عن الاشياء الاخرى بانها برايمري اند سكندري. فاكرين الامباجليفلوزين كنت بقول 99% من الناس عندهم استابليشد كارديوفاسكولار كومبليكيشنز، معناها ان ده سكندري بريفنشن، لكن هنا almost نصهم او اقل منهم شويه كان primary prevention، والنص الثاني او اكثر منه شويه كان secondary prevention. يعني الناس اللي كانوا في الديكلير مور هيلثي عن الستادز اللي معموله قبل كده، الدايبيتس بتاعهم ايرلي اكثر، وحالتهم ناس كثير منهم ما فيهمش اصلا cardiovascular complications، اما بياخدوا دابجليفلوزين 10 ملي جرام او بلاسيبو اون توب اوف ذا بيست افيلابل ثيرابي، وده ايثيكالي لازم يتعمل، ما اقدرش احرم البيشنت من دواء علشان اختبر دواء ثاني، فانا بدي الناس ذا بيست افيلابل ثيرابي وبعدين بضيف عليه الدواء بتاعي عشان اشوف. ولذلك الامبروفمنت اللي بيحصل ده فيرذر امبروفمنت عن البيست ثيرابي اللي انا بستخدمه، ده قيمه الامبروفمنت اللي بيحصل. الديكلير قالت كده، قالت in patients with type 2 diabetes who had or were at risk for primary prevention، الناس اللي ما حصلهمش لسه atherosclerotic، طبعا عندهم risk factors for atherosclerotic cardiovascular disease
treatment with dapagliflozin did not result in a higher or lower rate of MACE. الثري بوينت ميس كانوا زي بعض، ما كانش في فرق في الثري بوينت ميس، ما كانش في ميس، ما كانش في significant difference عن البلاسيبو، لكن حصل lower rate of cardiovascular death، وحصل ان الهوسبيتاليزيشن في الهارت في الهارت فيلر اتحسن. المسألة انه الميس ما كانش فيهم، تذكروا باستمرار ان البوبوليشن اللي كان بيختبر هنا كان population more healthy، وبالتالي نفس الكميات وعدد الكارديوفاسكولار ايفنتس بالتاكيد في اختلاف، وده ربما اللي نتج عن او اللي تسبب في ان 3 بوينت ميس ما يحصلش فيه significant reduction. دول الثلاثه اللي هي الامباريج والكانفاس والديكلير، وهتلاحظوا حضراتكم انه الديكلير هي الوحيده اللي فيها primary and secondary prevention، هو اللي انعكس على شكل الريزلتس. دي الترايل اللي بعدها اتعملت للهارت فيلير، دي اتنشرت سنه 2019، الديكلير اتنشرت 2019 ايضا. 20 الديكلير معموله في 33 دوله على فكره، الدافا هارت فيلير معموله في 20 دوله. دراسه فيري انترستنج الحقيقه، لانها فيها اشياء جديده للغايه، فدي منشوره في سبتمبر 2019. البرايمري كومبوزيت اوتكم بتاعها انها بتدور على ايه؟ بتدور على امبروفمنت في الكارديوفاسكولار ديث والورسننج اوف هارت فيلير، الحاجتين اللي كانوا طالعين في الديكلير انهم بينيفيشال. لكن في شيء ثاني مضاف اليهم، ان هذه الدراسه شملت بعض الناس ما عندهمش ديابيتس اصلا، ابتداء ما عندوش ديابيتس رايت فروم ذا ستارت، فكانت طبعا يعني نوع من الايه المغامره في انه بيجرب الدواء على ناس عندهم، والريزلت كانت فيري كلير الحقيقه، كان في ريدكشن 25% بالكومبوزيت اند بوينت دي عن بالناس اللي اخذوا دابجليفلوزين من الناس اللي ما اخذوش. وبالتالي among patients with heart failure and a reduced ejection fraction، احنا بنتكلم عن reduced ejection fraction heart failure، the risk of worsening heart failure or death from cardiovascular causes was lower among those with who received dapagliflozin than among those who received placebo regardless of the presence or absence of diabetes. بصرف النظر عنده diabetes ولا ما عندوش استفاد، كأنه بيقدم طريقة جديدة لعلاج الهارت فيلير. الناس دول بياخدوا بقول the best available therapy for heart failure، وزيادة 25% دي on top of the improvement which happened with the best available treatment of heart failure. السمري وكونكلوجن بتاع الاستدي دي بيقول ان دابجليفلوزين ريديوس ذا ريسك اوف ورسنج هارت فيلير ايفنتس اند كارديوفاسكولار ديث اند امبروفد سيمبتومز ان بيشنتس وذ لو ايجكشن فراكشن هارت فيلير وذ ادد تو وين ادد تو ستاندرد ثيرابي ذا ريليتيف اند ابسولوت ريسك ريدكشن ان ديث اند هوسبيتاليزيشن وير سبستانشال كلينيكالي امبورتنت اند كونسيستنت اكروس امبورتنت سب جروبس including patients without diabetes. كل الناس استفادت، حتى الناس اللي ما عندهمش diabetes، وان الدابجليفلوزين كان well tolerated، و الريت اوف discontinuation كان منخفض جدا، وبالتالي conclusion ان الدابجليفلوزين offers a new approach to the treatment of ejection fraction reduction heart failure. الستادي دي بقى دي ستادي جديده خالص منشوره في اليوروبيان سوسايتي اوف كارديولوجي الاخيره 2020 من شهرين. ده دابجليفلوزين بيشنتس وذ كرونيك كيدني ديزيز. طبعا في ستاديز اكثر من حد من اس جي ال تي 2 تكلموا عن السي كي دي، فالدابجليفلوزين عنده الستادي اللي هي الموجوده. باختصار الستادي علشان الوقت، عملوا ايه؟ قالوا هنشوف الوقت اللي بيمضي او كام في الميه بيحصل لهم 50% ريدكشن من ال
الاي جي اف ار الاستيميتد جلوميرولر فلتريشن ريت كم في الميه من الناس هينزل 50%؟ كان 60 بقى 30، كان 80 بقى 40. بيحصل بياخد قد ايه عند الناس دول في فتره التجربه؟ لقوا ان الريدكشن بالنسبه للناس اللي واخدين دابجليفلوزين 49%. انا بتكلم عن كميه هائله من الناس منع نزول الاستيميت جلوميرولر فلتريشن ريت الى اقل من 50% من اللي كان عليه، معاهم اند ستيج رينال ديزيز، معاهم كارديوفاسكولار ديزيز. هم الثلاثه دول البرايمري اند بوينتس حصل فيهم انخفاض تقريبا 40%. السكندري اوت كم عباره عن ايه بقى؟ الريدكشن اوف جلوميرولر فلتريشن ريت اكثر من 50% والاند ستيج رينال ديزيز والرينال ديث، والانخفاض هنا كان 44%، حاجة قريبة من النص كده. والثالث نسبة الناس اللي بيعمل لهم كرونيك دياليسيس أو كيدني ترانسبلانتيشن أو رينال ديث حصل انخفاض almost one third 34%. very significant results من الاستادي. وconclusion هنا كانت بتقول إنه patients with chronic kidney disease with or without type 2 diabetes again الكلام ده بيتعمل على ناس حتى ما عندهمش ديابيتس وبيدرس الافكت بتاع الدابجليفلوزين على الكيدني فانكشنز بتاعتهم. قالوا ان احنا بيحصل عندنا ريديوس ذا ريسك اوف كيدني فيلير، ريديوس ذا ريسك اوف ديث فروم كارديوفاسكولار كوزز اور هوسبيتاليزيشن فور هارت فيلير وبرولونجيشن اوف سرفايفل، بيمنع الديث سواء رينال او كارديوفاسكولار. نتيجة للأشياء دي كلها SGLT2 دخلت بشكل سريع وشموه إيه؟ عنيف يعني في الجايدلاينز بشكل سريع. وده العمود اللي من الناحية دي احنا كنا نتكلم عن الأعمدة المتعددة اللي كانت موجود فيها. إنما الناس دول اللي هم عندهم أثيروسكلوروتيك كارديوفاسكولار ديزيز وكرونيك كيدني ديزيز طبعا دخلوا SGLT2 والGLP1 فيهم، وباستمرار يقولوا SGLT2 أو GLP1 of proven cardiovascular outcome. فبيقولوا among patients with type 2 diabetes who have established atherosclerotic cardiovascular disease أو SGLT2 inhibitors of GLP1 receptor agonist with proven cardiovascular benefit are recommended as part of the glycemic management. Right. إيه المشكلة؟ المشكلة هي الكوست. امبارح انا كنت بتكلم على الكوست، والنهارده بتكلم على الكوست، وكل يوم هقعد اتكلم على الكوست، لانه كوست بيسموه يقولوا there is an elephant in the room، في فيل في الاوضه، nobody can miss it، كلنا شايفينه وخارم عينينا، and everybody wants to ignore it، نتمنى ان احنا نتجاهله، نعمل نفسنا مش واخدين بالنا، لكن ده فيه هيروح فين؟ فالكوست من الاشياء اللي الطبيب لابد ان يراعيها مراعاه كامله. امبارح تكلمنا اول امبارح في كل مكان، انا يعني الناس زعلانه عشان بتكلم على الكوست طول النهار، لكن انا اعتبر ان الطبيب اللي ما ياخدش باله من مساله الكوست حقيقته يروح يدور له على شغله ثانيه يشتغلها. Well, these drugs are expensive. They are planned to be used for a long term therapy and sometimes lifelong therapy. انا مش بدي كورس انتيبيوتيك لمده اسبوع اقول معلش اهو نتداين ونعمل، لا ده انا بستخدم دراج فور ا لونج تيرم ثيرابي اند ذي هاف تو بي ديسكاست وذ ذا بيشنت. لازم نقعد مع البيشنت. من فضلكم ما حدش يوصف دواء غالي للناس من غير ما يقعد يشرح لها ثمن الدواء. انا بكتب لك دواء بس خلي بالك الدواء ده بيكلف قد كده، وخلي بالك انت هتستخدمه لفتره طويله جدا من الوقت، وبالتالي ده مهم جدا ان احنا نبقى ملاحظينه. طيب المريض ما يقدرش اعمل ايه؟ يعمل كده، يعمل الحاجات دي، ما يسكتش، يعمل تايت جلايسيميك كنترول، لانه للاسف الشديد احنا احيانا بنهمل في هذا، جري وراء اننا بنديله دواء ممتاز من غير ما لاحظ دي. لكن تايت جلايسيميك كنترول باي شيء، اي حاجه افيلبل عندك تعمل بيها ده، شكرا، ده هيحقق فائده محترمه للبيشنت. تايت بلاد بريشر كنترول، تايت ليبيد كنترول، سموكينج سيسيشن، هيلثي لايف ستايل، ده كل الحاجات دي لما بتتعمل بتحقق قدر محترم. في دراسة اسمها ستينو 2 ستادي لما عملت مالتيبل اجريسيف ريدكشن للريسك فاكتورز حصل 60% ريدكشن من الاند بوينتس.
فإني أدي دواء غالي ولا أعمل ده، لا أعمل دول، أعمل دول من فضلكم باللي البيشنت يقدر عليه. طيب السؤال، هل في وسيلة أخرى علشان نحل بيها الكوست إيشو؟ بالتأكيد لو أنا عملت دواء نفس الدواء المفيد جدا ده، عرفت أديه للناس بسعر كويس، من المؤكد إن ده بيحقق لنا، لأنه هنا ده هناك الكولم اللي أنا دايما بتكلم عنه الأخير هناك مكتوب حتى بالجايد لاينز إنك أنت ادي استخدم الأدوية الرخيصة. لو اضطريت تستخدم الأدوية الغالية دور على أرخص واحد منهم موجود واستخدمه. فالكوست هنا من الأشياء في منتهى الأهمية اللي احنا لابد إن احنا نراعيها. دي conclusions. SGLT2 receptor inhibitors are very beneficial anti-diabetic agents and they have quickly attained an important position in the pharmacological therapy of type 2 diabetes. In addition to their potent anti-hyperglycemic effect, they can reduce weight and blood pressure, and they do not usually cause hypoglycemia. Most importantly, they have clear evidence of potential reduction of cardiovascular and renal complications of diabetes. The cost, the main problem with their routine use in treatment of diabetes, and any effort to overcome this barrier will be most appreciated. Thank you. شكرا جزيلا استاذ الدكتور عادل. الحقيقه احنا كلنا معاك في موضوع الكوست، مش انت بس، واعتقد ان بايو فاكتور هنا حد مهم هنا. الكوست بتاعكم قد ايه وانت واقف بس؟ لا هو بعد اذن حضرتك بس انا ما بتكلمش عن انواع الادويه والاسعار، فهو في دقيقه واحده بس هيعرض اسماء الدواء واسعاره. ما احنا بنحطها في الزين بتاع الكوست بس. تمام. اولا ثانك يو بروفيسور عادل عبد العزيز ان حضرتك سمحت لنا مع البورد بتاع الابر ايجيبت دايابيتس اسوسيشن ان احنا نشارك في هذا ريبيتابل كونفرنس. كونجراتوليشنز على نجاح المؤتمر، ومن نجاح لنجاح دايما. احنا كشركه باي فاكتور ماركر بنتشرف زي ما بروفيسور عادل كده شرح ان احنا بنقدم مع حضراتكم لو اكويزيشن دابا جليفلوزين بورتفوليو متكامل. احنا اول شركه تنزل البورتفوليو كامل المونوثيرابي والبلس. المونوثيرابي منزلين الخمسه والعشره باسم دي جليفلوز. الديجلي فلوس بتاعنا الخمسة الشريط 10 اقراص ب 35 جنيه، يعني تكلفته الشهريه 105 جنيه. ال 10 مللي جرام، وده طبعا زي ما حضراتكم عارفين ده الباك بون بتاع الدواء، الشريط ب 70 جنيه، يعني مانثلي كوست الديجلي فلوس 10 210 جنيه. ومنزلين فورمه مع حضراتكم 5 على 1000 سنجل بيل كومباينيشن ميتفورمين، الشريط 10 اقراص ب 39 جنيه، يعني العيان لو خد وانس ديلي هيبقى تكلفته الشهريه 117 جنيه، لو توايس ديلي هيبقى التكلفه الشهريه بتاعت الديجلي فلوس بلس 235 جنيه. زي ما بروفيسور عادل وضح مع حضراتكم احنا كده بنساتيسفاي البند الخامس اللي كان واقع من المجموعه دي في الجايد لاينز الامريكان، ان احنا طبعا فيرست لاين دلوقتي في العيان اللي عنده اثيروسكلروتيك كارديوفاسكولار. شكرا جزيلا عشان الوقت بس، انما احنا بنشكركم وبنتمنى ان كل الشركات تقدم هذا الافوردابيلتي للناس علشان الكرونيك ثيرابي. شكرا جزيلا لبايو فاكتور على مساهمتها، وشكرا جزيلا لاي حد يقدم مجهود لتحسين الدايابيتس كير.